بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بندر مصيب جير بدنتل، وقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زحوقا، وشلنا ونجوراه سلني فهم يجيرها قوتن فلتك. تنقل المسد وتواد فوس سلمنا وبلتنامة يتجويد بتوافوس سلم كلمنا من جورام أننففهم باسم مكدي إياه وترمود من إياه وترمن آدران القول المفيد على كتاب التوحيد. كون در مسألة جي دامن قل لنقل نجمون دامن قل شكي قل شكي دي النار دي قل مسألة دي انقرين هنكي مسألة جي سقو هنديكوس مسألة سقو يقوابو أوكو دوام بأميرتن بإذن الله تعالى. ونكو كانكو مؤلف كتاب التوحيد وي رحمه الله وي الحادية عشرة أن الشرك فيه أصغر ولا فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا مسألة ولو عندكو حالة من الشرك من عندي لك شرك وعندكو موضوع يتوكوسو وي سابو كم ببيدو لبدأ بنيوار نيادة ذات أنواط ɗum adunaɗi wonde hefere ɓe gandideko ɗum woni yani shirkon boy no waɗi jomum hefere. Ibnu Uthaymin wi haythu lam yatlubu jala zati lanwat li ibadatiha, nde tawno ɓe mbaɗirani walla ɓe ɗaɓɓirani ɓe ñagoraki yoɓe mbaɗani digga tekiki pour rewdiki ala balko li tabarruki pour barkinorade biha lekkiki. والشرك فيه أصغر لك أن غني الشرك وريك توكوس وأكبر إماود فيه خفي شرك شودي لو جلي بانغور ون البين جنون. فالشرك الأكبر ونقوية الشرك ماود كوكو ما يخرج الإنسان من الملة وفي التنتن الدين الإسلام. والشرك الأصغر شرك توكوس ونقو ما دون ذلك كوغاغا دوم فيرتو يلتنتن الدين الإسلام. لكن كلمة ما دون ذلك هو كونغول من نويد ما دون ذلك أو دون ونا ميزان واضح ونا بيسر قال الله بتنغر وي لذلك كلهم اختلف العلماء في ضابط الشرك الأصغر على قولين. وأن بن جوجي لورا الشرك الأصغر هنا الضبط يرتم تعريف مود فيرت بس جديد وني قولو جديد وني كونغو جديد. القول الأول كونغول جيد نلقى أن الشرك الأصغر وني شرك توكوسو كل شيء أطلق ولا أطلق الشارع عليه أنه شرك، ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر. كويت الشرك تقوص قالك الشريع إن شرك تين نسيج كد تندن وندن وانا شرك مقدم يلتين تانت في الدين الإسلام. كوين حديث لن لا رواية من حلف بغير الله فقد أشرك. أي فالشرك هنا أصغر شرك دوك تقوص لأنه سبك دلت النصوص نصيج تندني على أن مجرد الحليف بغير الله مجرد وندر دكوانا ألتنا أدن تانيت وندر كافر. القول الثاني كم قدم الويكو أن الشرك الأصغر وكوية الشرك تكواسو كو ما كان وسيلة للأكبر كوكو سابتو كوكو هبنو تنت الشرك مولفف لنغن الشرك تكواسو وسيلة وإن لم يطلق الشارع عليه اسم الشرك هستي لاودين لو ولي تاني دومكو اند الشرك مثلك يرك وين أن يعتمد الإنسان على شيء ويهون نتوك نرتو يويتر تو إهون كاعتماده على الله ونو يويتر تو نو سن نرتو جنر سبحانه وتعالى. لكنه كن كان كن لم يتخذه إلها كن هون ديان وجوك تاكد ديك دواتي رمك. فهذا الشرك أصغر نمك شرك تقوشة شرك التوكل لكن ندين لأن هذا الاعتماد سب نقول له توه نقول الذين نقول يكون كاعتمادي على الله نقول نندني توه نقول مكوي الله توه نادي مقول هنا نو توه نرتو الله يؤدي به إن يتنم في النهاية تو بوات بطل تو ولا سكت نو يتني دم إلى الشرك الأكبر تشرك مورو تو. وهذا التعريف ده دو عندي نور دو أوسع من الأول برياد تعريف جدا أو سب تعريف جدا بيدن كما دون ذلك. لأن الأول سبو إذن أوكو يمنع إن هذا أن تطلق على شيء عند ولدت على شيء هنا أنه شرك إلا إذا كان لديك دليل.
تعرف جدا انه ان هاد ما يولي الدهون لك الشرك سوانا تعرف جدا دليل وانتو الله ان يردم شركه ولا نلاد ان يردم شركه. والثاني تعرف لما جاء الوديه كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك كلك وصابت وكهبرة الشرك دوم كشرك تقاس لما كلك جيبن تشرك ما ولفوك شرك تقاس من وسيلة. وربما نقول إلى مبايل في هذا التعريف ولا تعريف إلى مبايل ياتين دمهم بين إن المعاصي ولا إن المعاصي ويتقول في فوف كلها كان يفو شرك أصغر هو الشرك تقاس سبب لأن الحامل عليها الهوى سبقو في فف يتتن تهين كويت هوا ونبلادك. وقد قال تعالى سبجو من الربيع فرأيت هل لم أيئد من اتخذ أن جغت إلهه دوت يدم هواه كبلاد من وأضله الله على علم. ولهذا كل ودي أطلق النبي صلى الله عليه وسلم بالتي الشرك كويت الشرك على تارك الصلاة ونقشر جوله ما أنه لم يشرك كان كوالا شرك كو بعد غوفل واتشي كنجول. فقال نرى بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة بين الرجل وبين الشرك يتك ترك الصلاة ونران إن عندي معاصي جفوس إن رام الشرك سبك وسيلة. فالحاصل ودك كبدين ودي أن المؤلف مؤلف رحمه الله يقول إن الشرك فيه أصغر وأكبر شرك ولمولى توكوس لأنهم سبكم لم يرتدوا بإرصاب في التنان بدين بهذا ويد من أي جلنا ذات أنواط. وسبق وجه ذلك إن كالين دوم الجلي والخفي شرك بانقود الشودي دون بيان الشودي دون. فبعضهم يقيم مبه ولأنه قال به إن الجلي والخفي هو الشرك الأكبر والأصغر الشرك الجلي مبارك الشرك ماهور الشرك الخفي مبارك الشرك توكوس. وبه أنهم بعد الجلي كما ظهر لنا من شرك الجلي بيان يتن يواي وان توكوس يواي وان دماؤر بيان يندي مفو شرك وان بيان وان شرك الأكبر ولا صغر كوينو الحديث واندر دجوني كوانا الله إن فيين انكو بشي هون بانغون كدي كودم شرك نراد نريدم شرك كونو شرك توكوس. والسجود للسلام سجد للسلام إذا كان شرك دكون فيين دكونو جلي إن وانا مودن وانا توكوس. والخفي بمي شرك توكو شودي دو كما لا يعلمه الناس من أصغرين أو أكبرين كشرك مهم بنغاندا مهم مجاوتا يدي فرت تند جي سو مودو سو توكوس فف كو خفي ويتي سبو سودي يم بلي كجوم مكو تنند بادو ومبو وني واعتقاد أنما الله إله وين كالرياء وني ينجي ناتي كشرك كنو لجيو دو غوتي يتسبو ينجل برندي وني شرك توكوس كدين السودي واعتقاد ان ما الله الا ناخر ولا في بده في بده تنبر نون دي ان وودي الله نجي دي ان وودي ديوتي ديود تيدي الله ودي من اله اخر دم سو دم في ابن مكه سو حالان بوول ولا قولي من جي غوتان كون حتى كون شرك ما راه سو قول لان بوول انا هو يقال وقد يقال ان وايدي ان الجلي من الشرك لا تبتدو بين دو ومن جل أمره وظهر كونه شركا هم لك الله ابتك فيه أن يعرفون أن له شرك. ولو كان أصغر هسك تقوس والخفي ما سوى ذلك تقوس شودي لكي كم بوانا أون كم غندا وانا نعرف أن لكم شرك سوى الكمار ولك تقوس. وأيهما الذي لا يغفر جونك يشد توك إلى شرك جديد ما أولو تقوس ولي ما جيم بيا فتاك. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وي إن الشرك لا يغفره الله وشكويت الشرك ألا يافتاكم ولو كان سلاسة وقوس لعموم سبكوب تدين قول كونغول جمرة سبحانه وتعالى آية ودوينو إن الله لا يغفر أن يشرك به أن يشرك به كمؤول بمصدر تقديره الشرك به فرتي إن الله لا يغفر الشرك به سورين لنا وهو نكرة ويكون نكرة في سياق النفي يسوري وتدين إذا كان نكير سوري سياق النفي جوك توك يسو عموم ما نموك عموم هون فف عام. وقال بعض العلماء يقول أن نبي بي إن الشرك الأصغر قيد الشرك توكوسو داخل أو سوري تحت المشيئة الإسهاجان لله جزاك الله خير أو سوري الإسهاجان لله. وإن المراد بقولي واندفاني تايكون قول جو من الدوين إن أن يشرك به كنقول أن يشرك به نقول كفانت ما قل ديك الشرك الأكبر كشرك ما ودوتان
وأما الشرك الأصغر تيك توكوسو فإنه يغفر أن يافي لأنه سبؤ أن لا يخرج ويلتين تنقل من الملة والدين والتنقل كافر وكل ذنب لا يخرج من الملة فلا بكار بيا والتنقل كافر فإنه تحت المشيئة ونكو لسحاجان لأل فيرتم ما يدلك والتنقل كافر فف ونكو لسحاجان لأل مدنو على كل فواددو على جديد ياندي لفف فصاحب الشرك الأصغر بعد شرك توكوسكم على خطر يؤندوني كوي خطر مول بس أبو كونغول هي مي شركو هاي توكوسو يا فتاك وهو أكبر من الكمين كبائر الذنوب يعني يوم أندو كم كويت شركو توكوسكو إن بوري بكرج قدين غنا شركو دي فو مولود مثلا بيا وندر دك وانا ألا إن بوري زنا إن غوي ك إن دنان دن جد فوندر دك وانا ألا نسب وندر غنا لكريم شركو kala ko wiyata shirku tokos kay buri bakkuti goddi mawdi ni gona shirku di kanko fo wonde tokos o en wadi ibnu mas'ud radiyallahu anhu wiya li ana ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghayrihi sadiqan o wiya mi wondi wondirdi mi allah ta ko pendo mi fena tan mi teya mi wondir allah do fenande ina burani mi wondirde ko wana allah ta ko almi gonga sabu wondirde ko wana allah ko sabu ko dum shirku saw wondir Allah fena nda firti ko bakkar taw ndu bakkar mawd amma wondirde goddo dum ko shirku wondu nas jom gomdu no wadi wi wondirde mo Allah e feni ina burani mo wondirde goddo taw haali gonga wondirde ko wona Allah ko masala sa podi di wi ko qawlu ko ngol makko kanko Abu Waqid al-Laysi o jom hadith to wi no wa nahnu hudasa wa hadin bi kufri minkum min hasbi min bayrtiki boyan ko min nati dini بوين كو من بيرتي كيا فراغا ما نها لمكاكو انه يعتذر اما طلبوك ايو يتنغنت ايو غنتي نانكو اي مابي حيث طلبوا ان يجعل لهم ذات انواط دبي نياغتو نيلا دو يو وادام بي كيدو لكي نين فهم يعتذرون ابن غنتي نلي جارين سبكو مجوبي بكوني سبو كامبي حدث واحد بكفر سبو يعني كو بيشيرتي كيا فراغا كو بيحسب سبو سبابي هيت بي غوتو يتانون واما غيرهم اتايكو تانا مابي من سبب وبيبي ممن سبق اسلامه بان النبي اسلام كو بوي فلا يجهل ذلك جو من مجتادون ولي من ياكو تاكو كم ولا هذا فوادد كادو حال فنقول بيا انه كان ينبغي للانسان ان هان ندانك ان يقدم العذر نيو اردين تنغنت نيو غنتينت عند قوله تم نيو حالك وفتان او فيل ولا نيو غلكو فتان حتى لا يعرض نفسه ها واسه دم ارند هوري مكو الى القول يدك بون او الظن ولا سك يدك بون بما ليس منه تعود ما لا مكو وهي غنتن لديك ما اندانتن ولا كن ندنجد ويدل لذلك ان كاين تندن دم لو حديث صفيه وحديث صفيه حين شيعها الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال صلى الله عليه وسلم عند وتر يوني در جماعه ووفني ودي اعتكاف jom suudu makko biite safiyata arimbo yewtere ni jamma goto on di mi do ina hota o duisi on de o duisi to on de damal jama hebe jalti tan warbe di do potte mabbe wardi don birto ni jawto madina wona ansari yanko de be njino tan tawi ko nelaado woni non tan be jabbiti be keñi be gonen moyli mel abi jawto en sabu njino laado njidun wonde jom suudu mu aywa sheikh ibnu uthaymin yata sayi cherno ma jeerin wonde jom suudu mu aywa hono badata o wi al mektay kanko kam o dogat ala wandano al mubbe na badata yo onon ne kay yimbe o kurja al haqq onon nim andano badaton kon tan ko minan kam min dogat ayya sabu ni debo hersinade ser je mi jini la tawnde jum sudum tan be jabbiti ngode moylit yon nela do huli ho tawde be keptina en debbo mo wondi o nela do wi be ala risidi kuma ay mbade ses ngare ga innaha safiyat bint huyay o debbo de ko kari firti ko jum sudam wonno bi subhanallah mi subhanallah fi asiki firti asiki min amin tuma en laadi ngandu be kono be andi sheitan ina doga bi adama no jiyam dogirta dadi makko non no dogirten kolmi hoto sheitan jornude berde mon ko boni ngon hadith on yoti ibn samin jofi dum do tan e yo dum wadi ittude okkude hoore mun gantu hoto tuma de wallo to wiyade ko nande den gen al masalatu thalithata ashara wal masala sapuita tabu ko at-takbiru woni ko wiide takbirin da tajjub sunni yihunde hawni de dum walla ko nande wiide allahu akbar
دسابني لا سلسلة ويدك الله كفر بين وندي نوي هاركا دو كل بنيك حال موكا او دو شرك نو فوتين دم بي جلنا ذات انو ذات انواط كما لهم ذات انواط ويك الله اكبر اري روايه ترمذي ويك سبحان الله تون ونزه جمله سبحانه وتعالى ولا بنا الا ما لا يليق به كياداني منفف الرابعه عشر مساله سبوين يا ابو ويك سد الذرائع ودي ادل دم الذرائع ذرائع وني كلا كو سابتو ها بوننده واد ko sabuta bonande wada fuf den dami fuf dum woni zaraa den woni waddi uddude de kanji fuf al zaraa'u yati ka turuq woni labal musirati jottinoj ila shay'i hunde wa zaraa'u shay'i zaraa'u shay'i woni dum e wasailuhu ko silaji mudum wa turuqu ila mu wa zaraa'u na wani zaraa'u mun ko pecchidi dum zaraa'u ila umuri matlubatin woni sabbuji kibirtiri gede dabbaade fa hadhihi la tusaddu de do dami udditaaki madam ko den jibintu ko woni yida na sokla وهو مراد المؤلف بل تفتح وتطرم واتشني دي لك وديتيدا قال لك وانا سببها مؤجل هبه دم وديتين دين دم وديتاك بل كل وديتين ذراي وج غديكو كي الى امور مذمومه ونيكو صابتها غدي نينغاد ما كو هاكو مؤجاني ودا فاذي تسدد دين غن وديتيد وهو مراد المؤلف رحمه الله دين غن دو فانتي ذراي وج وديتيد aina do wiido ba zaatu zaatul anwaati zaatul anwaati ko wasilatun ila ash-shirk al-akbar sabu zaatul anwaati ko wasila ko dari'a ila ash-shirk al-asghar woni akbar kay fa idha wada'u 'alayha asliyatahum wa tabarraku biha sabu do biya be fuddoro do jor ngido to ko liggude hen silameji mabbe kabor mabbe fof e be barkino ro lekkiki jaabiki يونو يتدرج بهم الشيطان شيطان يوتنا بالسيادة سيادة إلى عبادته ها يطوب ما يدن الزمن ورد يطوب ملكي والتربات وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة ممتن يعقادك وانتطور فلهذا قلهم سابي صد النبي صلى الله عليه وسلم الذرائع نبي صلى الله عليه وسلم أدي دمينا والليل دم كوهنا نهجل مسألة بطو سبو الجيوي كو أنه يعني التشبه هدوم بأهل الجاهلية إذن فاما لو أعود حديث من دين إسلام نهدي من نندنا دي يهوديان كوغل نندنا دي النصارين دوم أفامنك كونغل نلاد دوين وندر حديث وقلتم قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى ونكالي كونغل ونكالي مواندر ونفتان ونجنغم هنون ولا أمبي هنون بني إسرائيل أمبي أنو موسى ولا هنوكو أمبي أنو موسى فأنكر عليهم نلاد ودي ما بينكار بهذا فواددن بنعرف ددن غند الجاهلية كويت الجاهلية كوم لا تختص بمن كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم هيرتنا كتم بي ونبك ايدين للنلا صلى الله عليه وسلم بل كل من جاهل الحق وعمل وعمل الجاهلين فهو من أهل الجاهلية كلمة جدو قوانغا وقل قل أهل الجاهلية ودوك ما بيجيس أبو الجاهلية كصفة من دون السادسة مسألة السادسة عشرة سبوي جيدبو الغضب عند التعليم وين السكد وقت الجنجين تنه والحديث ليس بصريح في ذلك ابن تيمين كونه الحديث لا بتاني دو لا بتاني دو وندنا لسيكي على كونه كونك محمد بن عبد الوهاب وفامي دم حديثه وربما ابن تيمين وعيدي يأخذ يتأد فامي من قرائن كويت قرينة وين كونغول ويدم الله أكبر إنها السنن ويد أن قوة هذا الكلام قوة سم كذا على تفيد الغضب نفهمه وند جموع شك تفيد الله أكبر إنها السنة السابعة عشرة والمسألة بتوصف جيدا ويك القاعدة الكلية لقول إن السنة هنا قاعدة كلية دوس قال كوب تدينغان وإن إنها السنة إن جند السنة في ارتكاء الطرق السنة سبب السنة في ارتكاء طريق لاون ودنا السنن كو جمع سنة في ارتكاء الطرق وني لاب كدوم لاب ادنا من دوين هنا انا كيما اندوهن وان هذه الامة ان فامي من دنگو لولينيول ستتبع من غور ريويندو طرق لاب من كان قبلها لي ادنا بما بنيم تيمب وهذا لا يعني الحل والإباحة في ارتال ان لا حفرد منه وان دي دم دقي على ولكنه للتحذير وحال دني من دم كورين تند كما قال الرسول نوير نوكر كان صلى الله عليه وسلم ستفترق
هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إن في فتشا نقول له لينيول هنقول وانو فتشا شافان دي جي دي تاتي فتشا شافان جي دي تاتي فتشا دي فتشا دي فوف نقول نكو يندر جاينجي سوانا فتشا رواتر ويدي مانقول فتشا فيرتان كو جامر يو فتشا الله فيرت كو كاتو سابو كو دينتنو سابو هولي مو يما فتشا رواتر وانيهن واندي الجنة كده دي فو جاينجي دي مالي الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قلت لي لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. وحالة صحيح البخاري حديث مؤلق بخاري نبي صلى الله عليه وسلم قال ابن هشام ابن عمار حديث غندال والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن إن فايون من أمتي لين لم قل فرت لين لم قل ما نقول وعدوا يمب يستحلون بين دكتين الحر ونفارجيج ونقويت الزنا من دكتين الزنا والحرير بين دكتين بورنا دي دو تشومشي ورب إذا كان حرير كوك حرمنا ورب والجكي أنا هي جرك يد والخمر والمعازف وذلك إذا وهرت القينات واستحلت حديث غنديه من غند دني أثرون دي رجع في فيرتاني راكو هي ميرا لا كودين تين بيكو ما دون وادوي فيرتاني الشريعة نيجي دو سبب دكتين دحرى حرير كم إذا كان الشريعة جبانه كهنا نو حديث قد غني الله صلى الله عليه وسلم يتوان تو هاجون حديث صحيح البخاري أبيتوا إن الضئينة لا تذهب من كذا من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله. حديث هذا حديث نبي سبوا إن كان ضئينة ضئينة فرتك دب دب بعدي دو إيل إلى المؤمن يا إن كان الشريعة الإسلامية هذه دب دانو كان يوم قوت تنقل أستان تنقل لو جون أو نلا سلاس إن حالا وند سو غورنا من جوتي ولا غورنا من جوتي ما واتيد دب قوت إما جل حيرة حيوتي نكو كاريج ولا كنديهم وهلا نسوانا الله فيرتي دون فودوم داتا فوفتا تا دينا ناتي ها دوم داتي يوني دوما هيو دو تاجو بي وي بيني فودوم ناتات ها وات ديب بولن واي دان ناري غيلا عراق ها يوت سود كاب هون نو ويرو نو غا غيلا سنا ها يوت حضر موت تاو جوم هلا نسوانا الله ولا هول دي هوتو بوي سونغون دامير اذا غاندي اون سا دي دو حديثا جي يوغا ماجي دو هاد نو ادي ابن حاتم ادي ابن حاتم يم بي مي برندم اين دعاء رطي أين قطع الطرق مين بيرنم الله عندي تجوا بجيا بلين يطيع هتا من قنات يعني تبوا إم متوهات يا كن قوات أجتيو تواي قوات يا نانيم الله إنتو من قنات يا ده لكن أنا ديا كده فني على حفري كون نفير تاني كون ديا ميراند على شريدة نفير تكو ما دون وات وما أشبه ذلك كون أنا ديا كده من الأمور التي ندين أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن وقوعها ما تحريما يعني لا هالي ما دمت إن في عندك كون إذا كرمك شريدة كون حفري الثامنة عشرة ولا الثامنة عشرة قد سبوي جيت بيوان أن هذا علم من أعلام النبوة دون ركديك ما عند إمال أن باقي النبي صلى الله عليه وسلم لكوني وقع كما أخبر سبن وحفرير نونك دون ود سبن ود يرى يمجير جتمو شغل مك يعني هدو ولا جل يسمك ولا شغل مك من أمري هود ففانتي أنكو اتباع سنة من كان قبلنا ونهر هود يمتن اليهود أنكو ولا النصارى فإن قال قائل سبيوي إن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم دين دين قد خطب الناس بعرفة وميدي ودن دين بخطبة نكبيت العرفة فقال وي عند الخطبة إن الشيطان قندك الشيطان قد يئس أي دمت ديم أن يعبد المصلون في جزيرة العرب حديث شلل المسلم نلا ميدي ويد الشيطان دمت ديم وند جولو بين دود مدون العرب جون ود فكيف تقع عبادته ود هن بيرتان يم بين ديوي شيطان شغال نيلاد اتنيلاد وين شيطان تام تندي مريت جابون قول ارما باذن الله تعالى فالجواب جابون قول اروي ما ان اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بياسه حفر النيلاد وند الشيطان تام تندي مكاني لا يدل على دم الوقوف فيرتاني دون ورتا وفي شيطان تام تندي شيطان عندك ويرني جنا ما تام تندي دون حتى نبا وفي شيطان وتام تندي كاني ويبلي يجوز أن يقع ضمن الشيطان حتى هون الإنسان ويود على خلاف ما توقعه الشيطان لأن الشيطان جاب الشيطان لما حصلت الفتوحات بأودي تلدي كي نكوج بورن الفهي دسمي هفري بأودي تاونتي نكوج جول بدون أربع بيتان كالته سابون قورنا من الارك دون أربع بيتان أودي تانو دون قد دي أودي تاك كتاقل ما كفتوحات توج قد دي مبيت ون الشام إن إراق إراق مصر نكوج قد دي ون أفريقيا ولا هون الروم ولا فارس وفوف بلاد فنان قد فوف ما وراء النهر كنا نلقى فوف نفوف شغلنا صلى الله عليه وسلم جنو جزيرة عربية بوتمانة تعالى جنو الشيطان لينو جزيرة عربية بوديتام
نلاد حاري ديدو بدي فوف فدواي تسكاد يا بدي نردون عربي دي نلاد حبادي والد موند والد خيبر والد موند والد بدر والد موند والد عهد والد موند والد حنين والد موند والد خندق يقول بني المصطلقين يقول واليهوديين كوب قعد دين غزوة بنو قريظة بنو قينقة بنو النضير يقول ولي تقواس سراياج بدينا كنا ندين قلفو هادون أربين دكان ودي تكن محكسي الشيطان يدوم شيطان دام تنتهو يي بنات دين في دين الله أفواجا فاتومك شغل من انت نات دين الله كلا تو أربي مغنو دور ونو فن يلدر ست أر هاوات يا عمل وفود وني تاني جيانا بير شغل فرغو يتك عمل وفود الله ما رهي دو حب نيال ففرا سوسيتي كو كار نيال فوسيت أر نكو ينيل دي يمبي مو انت يونغار يت دين يت جانغ دي ناوتن كوري مو نغار ما دين الشيطان ينو دو يا عيسى ودي شيطان دام تندي ان يو اب ان يعبده الله أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة شيطان في بكي دو دي دو دوني كمان سك مكان كمان تكو كوانا الله وانتا دو ريبيت ولكن حكمة الله ولكن حكمة الله تابع كنون حكمة نيانا لال إن السلو جباني إلا أن يكون ذلك سوانا كوانا الله يوريبي دون عربي بجاتي شغل وهذا تقوله ودوم ولا بد ويتقوله أنه أهالة ولا بد واجب بيانو لئلا يقال هو بيو ويد من جميع الافعال سندون بيو ويت دندانغال واد غوليج بعد تيدي دون دي عربي دي فورف دي باوا وند شرك ابات كلا كو واي وادي تو واي وند شرك سبني لادوي شيطان دامتي دي ماريبي دون واي موغيتا دي دونك موغيتور دي مولتنا نال بيا داماو شيطان سيكو دي شيطان فيرتاني دون تان واد سب شيطان نان بيرني دي يو حتى ان ويسبو دون عربي امبيتا غولا تون فوف ولا شرك شرك من تمام يدك ومعلوم سبون أن الشيخ والشيخ نجبيت محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه جدد التوحيد في الجزيرة العربية وهي سديني توحيد دون عربية إذن قد هريج الوهاباتون وأن الناس ينبب كانوا لا تنوم في ذلك الوقت وانساء فيهم المشرك وغير المشركين من جوائي مبعد الشرك مبعدان شرك ساعدة وعرتنا كان كو محمد بن عبد الوهاب في أن يتنى هنكتن sab fergon yare dubu jinere te ma dere sappo jey ko de wonde o jibina waddi non far hadith o akhbara wa afriko amma waqa fi nafsi ash-shaytan ko shaytan mi jitan fi dhalika al-waqt o waqt ko shaytan mi ji o waqt ko dum hadith wa lakinahu la yadullu ala adam al-wuqu ko firtani dum wadata ala tayni ko ni la dum dum wadata yo wala yantakanin hawa tayni ko allawi dum wadata yo kono shaytan mi ja dum warata kan ko shaytan ana do mi ja dum biyan do wonta wattu dum wattu labi ujinere cagallu an shaytan fu fote birni de wali hada wi ko dum do far rasul fawadi dum do wadde far rasul ni sallallahu alaihi wasallam yaqulu wi la tarkabun sanan man kana qablakum wa huwa yukhatibu as-sahaba wa hum fi jasirati al-arab ni la do wi dembu man la tarkabun sanan ma onde labi en idino be mun tindin e halde kadi sahaba e woni dunde arabe be kadi dum tindin da shirku no way golle dul arabe ciagal dum sabu idino be sabab yahudi ngu an sare golle shirku ahi tay tonu wi la tarkabun no teng tindum kadi firo ko muakkad o tegnira lam o tegnira nunu tawhid la tarkabun way kon wiido wallahi la tarkabun sanan man kana qablakum at-tasi'ata ashrah wal masal batto sapu jena bo annama dhamma allah bil yahuda wan nasara fil qur'an annahu lana محمد بن عبد الوهاب كلك الله نينغر يهوديان كوب ان ارسار ان دي القران دي نين وري كو انين جي ابن سيمين وي هذا ليس على اطلاقه وظاهر انه هالكا دو كا تشيرتاكين وانا ني وانا بيين دي نيتان وي تيكو بل يحمل قوله لنا لبعضنا فرت يوغاي من سبو وانا اني فوم بادر كو بانو كو بانو كو بانو بي نينغا كو فوسو ادي دوم نينغات كون انين فوف اي مبادتا دوم سبو دي نينغو دي اجماع ما غول كو غول معصوم ويكون المراد به المجموع للجميع توفانتين كو مجموعة تاونا جميع ادن غاندي شير غار كون مجموع كنم جميع المؤمن غاندي دو وي كما قال بعضهم العلماء هنا يغاند مبير في قوله تعالى كون الجمر ادوين يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم جمر ادوي يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم جوني فامتا حالك فينينكو wande yimbe ne jogi ne laabe jinneje ne jogi ne laabe eten wadi lural bele jinneje ne jogi ne laabe yimbe mbi faani ta henko ne laabe ko yimbe tangon
جيم كان جيم تنجي أن باب إن الجنة كان ميرا جوك أن باب إذا كان نقول كونغول عنده بها من جاري دو عند الجنة كان قال أنا لاب ودي نون يا معشر الجن لو جوم ردي إيه من جنة والإنس جيم ألم يأتكم بلا أراني مرسل نلا بمنكم ونلا بيم بتن وأنا من الجن وجاء بيم بتن وأنا جاء بجنة وأنا جنس جنة هاستي بين الجنة وجنة جن كان وأنا بيهودي أنكوب وأنا بالنصارى وأنا jinne ji dido goddi fof nela don nela mu en hanti be gel to gori nela nela to nela nela ko yimbe jinne fof fof o yu fa qawlu innahu lana qad yakunu in wa yad min ba'dina ko yoga min tan fa idha waqa tashabbuhum bil yahud wan nasara so kewi tan kala nandi dini do an yahud wal an nasara fa inna adh-dhamma alladhi yakunu lakum yakunu lahum yakunu lana nandi no do mabbe on sifa tay on sifa mo so be yamun tan نندني دو مابي اون سيفا كارينيت بور اون سيفا وي وما من احد من الناس غالبا وي وانا ني هاي غوتو يمبي كو بودي جالار الا فيه شبه باليهود والنصارى تاو جوغي ناندوغول توكوراغال اي يهوديان كو ولا النصارى دوم بودي هيودي يمبي جول بي فيرت سب فالذي يصل على بصيره في شبه من اليهود سب غوفو الله دو بصيره عندي دوم دو تيغي غوفو الله ني وفال يو جوغي ناندوغول اي يهوديان كو والذي يعبد الله على ضلالة في شبه من النصارى ودعوا الله تو عنده كمجر عنده ومجر تنري والله ان سك الله ني يدو دم ولا كنن دي ولا ندم غند ودون جوغي نندغول يا النصارى سب يهود ينكو كاي غوني مغضوب عليهم يا النصارى غنوا قالون والذي يحسد الناس على ما اتاهم لم يفضل في شبه من اليهود وكل حاسد كل كاسيتود kasi to dim be buran gal Allah rokki dim o ina jogi gedal e yahudiyan ka sabu jikko jikko yahudiyan ko wa halum majarrahat dum hade wa in kana yaqsid rahimahullah wa tay muhammad ibn abdul wahhab faniti ko annahu la budda yakun fil ummati khasra wa wajib wa la da sifaji din fa hadhi fa hadha ala itlaqihi wa dhahirun lahu fi yati wajib kama na lin nal tashabbuhu wa sabun lad wi la tattabi'un dum wartata dum tawete mabitan amma kambe fof waddudu dum ala wa tawete mabbe non li annahu wisabu kanyum qalla fam di man yaslamu kisdo wa in arara taw muyi ko anna kullama zumma bil yad wa nasara kala go yahudan ko bin asal nasari nyingira fa huwa li hadhihi ummati dhammun ko nyingira ala sabil al umum fala tay ko be nyingira fof ngol le nyon nyingira amdum e yeso gallet ala sabona ko mbadi fof li nyol ngol do waddi fof yu haste wani li nyol ngol ko waddi ndek no wadbe be ولا تزر وازرة وزر أخرى بك بين تنيمتي حين مسألة بطون وقاسيك أنه متقرر عندهم أن الإبادات مبناها على الأمر إلى آخره مسألة بطون وقاس وندين تابيت تمبيد ونسحباب ابن غني كويتك ودول الله على سقو يامر وراء رحيم كواجب شارع يامر مريور دون دو الله تهو من فالإبادات كويتك دول الله مبناها ما هي كوي على الامر كو يمرور جوتكا بوتن مي جو هندري وران الله تو شري يمران فما لم يثبت في امر الشارع قال كو اراني ان تبتاني يمرور لاودين دو فهو بدعه تنكو بدا عمر قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا قال قول له قول ليس عليه امرنا تو يمرور شري على يمرور من الله فورد فرتك مردود وقال نراد اياكم بدرينتن من ومحدثات الامور من جدي فديتا دي كيسديتينا دي دين فان كل بدعه ضلاله سب كل كيسديتينا دين وكم اجر جون ود فمن تعبد بعباده كلا دير دو هوند هوند كلا دير دو هوند الله طولب بالدليل نعم دم بيام دليل ما دون رود الله سب لي ان الاصل هنا اصل في العبادات الحظر والمنع العبادات هي تدبل لكم اصل موينكو حد دارو دا تو ستوب ها بيد دون كو دبل الله إلا إذا قام الدليل وناس دليل دريمة أي دليل على مشروعية وندن يرهون دين الله دينا نكو عباد أما كويتي أما الأكل كويتي نيامت والمعاملات واللقون دل الحق نيم والآداب والنيديج واللباس واللبورن تيرشومش وغيرها كنند دير وقيد فف تسكو دين فالأصل فيها دي باها أصل منكو داقاد إلا ما قام الدليل عليه كل بيرم دير نيام دين هرمي بيرم أكم دليل kal biidum gollo chumchul harim wiidum akam dalil kal biidum gallo golli gondiran gallo ina harim wiidum daliluma e ko nandi daga sabdum do biidum dam do jaram na harim fo wiidum addu dalil sab aslo ko dagat fo dalil ar wiidum don harim dum dewal Allah kany asdi mum ko har modi ha dalil ar wiidum don rewre Allah gere keddi de liggondiral hakko ne men
eko nyamate eko yarate eko ɓornete asdi mum ko dagaade ha dalil wima ndeɗo hunde ende harmi kala nodditiɗo ndede hunde ende harmi wajib adda dalil zumada yo reno sappone nde wala taqulu lima tasifu alsinatakum alkadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru ala allahi kadhib wala jaata do jof non harmi non dagi non harmi non harmi dalil mum on pifni Allah tafiyana Allah harmi daknata yo masala wi masail kongol makko masail alqubur alqabr woni naam ne der yanande de de natido o do istinbat e luggidi no fi masail alqabr woni man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka fa fi hadhihi alqissa qissa bi waqidni alaysi ha afere zatu anwat دليل ان در مكه ان تندين على مسائل ان امن القبر الثلاث ان امن تندر قبر تتد وليس مراد ان فيها دليلا على ان الانسان يسال في قبره وفان تاكي وند حديث دين فام وند ند سماي كوك نامنوتي على ما دوم دي وانا دوم هذا دي بل فيها دليل على اثبات الربوبيه كو حديث وين وادي دليل بين تندين الربوبيه توحيد جيال الله والنبوة هي أن باغل والإبادة كان يكون في تدي والكو يجير نقول نعم نعم تي قبري من ربك من نبيك وما دي أي ربك هن ربو بي نبيك والنبوة دينك والإبادة هن دي ودي أما من ربك كوين يكون يتما فواضهن لألاكت سبوع الربو بي يعني أنه لا رب إلا الله تعالى مرد على سوانا لألون جيد هي سويلة ومن نبيك كوين يتما نبيك كو تندين تبي تقول أن باقل أود حديث كو فمن إخباري بالغيب نرى الحفر من هو ديرنين يودي نو حفرني في تندك وما ينتقني عندك وحركه على بحي هل من دون ما دون ودي من حديث وما قال لا تركبن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة دونك لا تركبن حديث غدو كيدي تو صحيحين اصلي غندو صحيحين وأن يتاكو لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم رواه البخاري مسلم نرى صلى الله عليه وسلم ما أعلم بيري بنادي لا بين إيدنا وبمن سبر سبر ذراع ذراع حيث بنات عند نسك غند ما عندنات غبولم بتون الله من في الدنيا يمتندكم بارته فوقع كما أخبرني لا تحفنوا إنه وديف يولين يولين لاد يو نرى صلى الله عليه وسلم حالين من يهودي أنكوا بنجوجي تيم قبور أنبياء وصالحين مساجد يولين يولين لاد يولون بل لين يولين لاد ودي نو ولا وداي إتنا حالي رين تين هودي يهودي أنكوا بكت كنا يولين يولين لاد بل جنال بتي ودي نر جماج نر جماج بتي ما هيدا أضرحاج يجي مشاهدوش قولي هندي أدو مشاهدوش لموالي الله نودتوبي لينيول نلاد نجي حج المشاهد مناسك مناسك حج المشاهد راه في دوج هدا الله ينو دا الله الله ودي كم بي كاجني جنال دي نجي ديفتي كيري نك حج جنال تن جوني نون جول بي كوي موين ويتي بي جول بي كوي موين جماجي مو انن بري جنال ها بي دوت تا وانا راه في دوج بي كم جا كاي جول بي راوا في دوج بي ان كم جيا كا جول به ان كو ديني مو بان جوغي راوا في دوج ديني ويته ديني مابي جوغي تون دين ابن سبع من ان مات والاول الشيطان ما اما ما دينك تاك ما دينك نان تتبن قال فمن قولي مي جلنا اله الى فيل معلوه ون ديوت المعبود معلوه المعبود والعباده هي الدين كويت يبارك من ديوال والمؤلف رحمه الله بل في دوال اللي يرمله محمد بن عبد الوهاب فهمه فهمه دقيق جدا يعني لجدنا في معاني النصوص ومعنى او الاستنباط لجدنا في مسائل القبر كده فاحيانا يساجي كان ابن ثمين يساجي يصعب على الانسان بيان وجه استنباط المساله من الدليل يعني ده بهر يتو هتو يتو دم وجتو دم كو دي مسائل دي كو استنباط ما كو فهم دليل لا دمان غات ساجي ده بهر يتو تو يتو تو نيدو كو لجدي الحادية والعشرون من الحادية والعشرون مسألة بتو نواقاس وقوه أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين وأن سنة أهل الكتاب فرت آداج ما بكوك نينا ونون آداج مشركين نينا راني مسألة نواقاس دي دابويك أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن
أن يكون في ولا لا يأمن أن يكون في قلبي بقية من تلك العبادة نقول قلنا له باطل قلنا له مير دين بوند ولا كنا نقول قلنا له مير سو إمي ما مير دي تيجي ومؤتي وتوبي وتهول دي تتعلم وانك سندي تون برنو كهجون وبقية تلك الأمنا لأن دين الإسلام هو كبير جالة كبير جنم كبير بقايا جدين يجب يمبي هيا وجغنب دين يجناتي دين فتوحات يمودي دي yimɓe heɓe naate diine islamu ɓe jogino diineji idan ɓe ko fayru suufiji ɓe ko majusiji ɓe ko yahuɗi ɓe ko annasara fikiraji ɗi kedde ɓer maɓɓe eni kedde koye maɓɓe ɗum waɗi aqidaji ɓe nani atizal ɓe nani jahmu ɓe nani ɓe nani foof fikiraji bonɗi fayru suuf ha deftere allah natti dallinoren ɗum ko fikiraji ɗi kedditi e maɓɓe hasi jomu tuubi sai taw jomu ni moƴƴiɗɗo tigi kono fikiron hedde mu tinani o wi wa hada sahih ibn sayyid ɗum ɗon selli fal insan neɗɗo almuntaqid eggoɗo min cen immade hunde sawaun batilan suwata kone hunde kone bonde kone mere awla walla ni wona mere ni kone moƴƴere kono noon la yamanu hoolata kam an yakuna fi qalbihi baqiyatu min ɓerno makko heddorte bakayaji nani toon saabu ngo ko wona noon tan egguerto kañum foof wa hadir baqiya ɗiɗo aggo aggo oɗo laata juulu o iwata illa bada muddatin illa bada mudda sonaji dumun fir dumun ni juuɗo ko nden o laaɓoyta joni ni qawli kongol ɗum ɗo fayi koye kongol abou waqid lesi e nder hadith towi wa nahnu hudatha ahdin bi kufrin ayi komin hesɓe wonno komin hesɓe keferagal min mbayrta keferu aggo aggo on hedde ami ɗum waɗi min kaali kaɗo haala faka anno ille kanko yaqulu wi ko ma sa'alnahu minna amnaki nelaɗo illa li anna indana baqiyatun baqayal jah sona batte aggo aggo jahiliyan hedde amin woli hada ɗum saabi kana min alhikmati ina jeeya ñeeñal tagribu woni tumare wadde riwde tan waɗede joomum tumaranke on mbaɗɗo zina eɗen gandi gorko so waɗi zina tawi wona mohsan so fiyam ɓoggi tema nder sari wi ko yo yaltina wuuro mabɓe hitande o nattata wuuro ngo hitande hiɓɓiri woni tagribu o il faut o garri be woɗɗino ye toon ɗum waɗi woɗɗino ɗo waɗno bonandeli allah yahudi ila hoto ruttade hen kadi wadde fal insanu neɗɗo yambagina haninim an yabtaida nde woɗɗi to an mawatini l kufri nokko kefiru woɗɗo ɗo nde wa shakki e sikkeji wol fusuk e fasikagal foof nokkuji fo ɗi kefiru e nokkuji goofi hasatan ɗo wonu kanko wadde goofi ɗo yo dokde hayso accidi yo woɗɗo ɗon eyo ɗo wonu wadde bida ɗo so yo dokde hayso acci yo woɗɗo ɗon ɗo wono wadde ɗo sikkeji walla ko nande ɗen gueɗe foof kefragal nande ɗe foof yo ɗo saabu biya so arti nokku o tan bi on wawi siftinde mo ɗum walla ko nandi hen hatta la yaqa woɗɗum hande wasata yande fi qalbi ɓerde makko chey um min ha hunde e ɗeɗo gueɗeji ɗum noon ey ko ɗo kattina kongol waffaqanillahu wa iyakum lima yuhibbuhu wa yarda wa jalani iyakum min alladina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana ulaika alladina hadahumullah ولكم أولو الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته